آخر الأخبار الوطنية وكذلك الأخبار العالمية. مرحبا بأمولة وبشغب أمولة ومرحبا بك يا نورهان بكر. صباح صباح الفل يا حبايبي. فقت لطيرة بس عديت سلامات 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 الحمد لله يا رب. أيوتا شنو برجها إن شاء الله؟ هكا حسب تقريبك شنو تحسها؟ الأكثر برج المرح. أكثر برج مرح. أمال أنت شنو برجك؟ الثورة. تنجم زعما أيوتا تكون الثورة؟ تنجم تكون الثورة. يلا كان برجك الثور فيق باش نقول لك إن شاء الله خير وإن شاء الله مبروك. هاي تسويت. نبدأ بالحمل. اليوم موعد بتقدم مهني وربما اجتماعي. ابتعد على الأنانية اللي تترك في علاقتك مع الشريك إلا الأثار السلبية. الثور يحمل ليك اليوم معلومات جيدة ويجلب لك مساعدة خفية يحملها القدر. تتيح ليك اليوم فرصة عاطفية جيدة وأجواء تشويقية. الجوزاء تقدم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة. أصبر على المصاعب اللي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك فيك. السرطان ما تجربش القدر وما تمشيش ورا مجالات تختيرة. استمع لمطالب الحبيب لا تهملها. جنب قدر الإمكان السكريات والحلويات. الأسد القمر المكتمل يثير مسألة تتعلق بالبيع والشراء. خبرتك في الحياة تساعدك على تكوين فكرة واضحة عن الشريك. العذراء لا تجازف في العمل ولا وراحة بالك. تقدم بحكمة عن سابق تحذير ودراسة. الميزان تتعزز اتصالاتك ويتوسع الأفق على الرغم من بعض التردد اللي تعيشه. ما تستهزئش بردة فعل الشريك خاطر ساعة ساعة يدفعك لإعادة النظر في كل شيء. العقرب انت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية لكن التقييم وزن لبعض التحذيرات. الثقة المتبادلة توفر لك لكل الشريك مزيد من الراحة. القوس أحداث سعيدة في طريقها ليك وتظهر ملامحها في غضون أيام. تندفع بمشاعرك تجاه الحبيب وما تعرفش كيفاش تسيطر عليها. الجدي تدير قضية مهنية لطف دوبا داخل عليك رسول الله. الجدي تثير قضية مهنية انزعاجك. لا اليوم تتفض القضية المهنية دي مثيرة ازعاج اليوم تتفض بإذن الله. وتختار لتقديم بعض التنازلات. كن لطيف مع الحبيب وما تتصرفش بعرف تجاهه. الدلو عاش تعدي كي تجي للشريك هذه تعدي فيسا. نخاف لا يسمعك الشريك اللي يقول لي سمعت اش قالوا اليوم. انا باش نبعثوا له شريك. تعدى فيسا. لا والله الدلو تستسهل عليك المهم الكسب التأييد والتخفيف من السلبيات. حبك للشريك أمر عظيم هو ديما يقف إلى جنبك في أصعب الأوقات. الحوت تسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل جهة وهذا الحاجة تخليك مرتاح. مهما بلغت حدة نقاش مع الشريك فإنه التفاهم يكون سيد الموقف بيناتكم. حسنوا اليوم جبدت لنا كان على الشريك ما يكون نهار والبلورة متاحة شنو تشوف. اليوم البلورة جات مع شركاء. جات مع شركاء ايش قلت انت؟ ما جاتش مع الفلوس كما العادة. ما جاتش مع العلاقات اللي انا بارك عندي قضية مهنية. يعطيكم الهيبة والماء بالويبة ان شاء الله يا ربي. والقضية المهنية دي القضية اليوم والله اليوم هيا وزنا متواصلين شوي آخر هات خلينا نشوفوا كيما اليوم 23 جويليا شني أهم الأحداث اللي صارت من أعياد من مناسبات من مواليد كذلك ووفيات. شاء الله ربي يفضلكم الناس الكل. احنا مازلنا متواصلين معكم. الحقيقة أنا بعثت لها برشا غنايات حلوين صباح وأنا جاية في التاكسي وما حطتش ولا غناية فتفوت هكا متاع غناية مرتاش قدامي. أما حلوة انغرمت بالبلاي ليست اللي قدامي. أمولة زيد برجي نسمعوا تتشيطة على كابا فام.